السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 119 من كتاب المعاصر 2023. نبدأ بسم الله تعالى. Number one, listen and write, true or false. يعني طبعا استمع واكتب صح أو خطأ. Number one, trees are very important for our earth. يعني الأشجار بتكون مهمة جدا لكوكبنا وأرضنا. طبعا true، صحيح. Number two, trees give us carbon dioxide. الأشجار بتدينا ثاني أكسيد الكربون. False. Number three, people and animals need oxygen to breathe. الناس والحيوانات تحتاج الأكسجين لكي طبعا تتنفس. طبعا true، صحيح. Number four, animals can make their homes in deserts. يعني الحيوانات يمكنها جعل منازلهم في الصحاري. طبعا false. بعد كده سؤال التوصيل. Number one, when something is useless. لما يكون الشيء طبعا عديم الفائدة، طبعا ان احنا لا نستطيع ان احنا نستخدمه، ويبقى we can't use it. يبقى عندي number one بدي. Number two, can طبعا can you speak English. هل يمكنك تحدث اللغة الإنجليزية؟ يبقى عندي number two بf. Number three, why are trees, ليه الأشجار important for humans، مفيدة للبشر أو الناس؟ يبقى عندي number three بa. Number four, السؤال a breeze اللي هو النسيم is طبعا a little wind يعني رياح خفيفة. يبقى عندي هنا number four بب. Number five, I couldn't read. أنا لا أستطيع القراءة. When I was younger. عندما كنت في الثانية من عمري. يبقى number five بc. بعد كده عندي القطعة. Read the text and answer the question. يعني طبعا اقرأ النص وأجب عن الأسئلة التالية. يقول لي هنا once there was a very big old tree in a hot dry land. It had lived for many years. Its trunk was very wide and it had many green branches. إني طبعا ذات مرة كان هناك شجرة كبيرة قديمة جدا في أرض حارة وجافة، وهي عاشت لسنوات عديدة، وكان جذعها عريض جدا وبه العديد من الأغصان الخضراء. It was famous because it was the only tree where it lived and it gave shelter and rest to hundreds of travelers as they moved across the country. كمان ان هي الشجرة ديت كانت طبعا شجرة، كانت الشجرة الوحيدة اللي عاشت حيثما كانت، وفرت الكثير من الماء والراحة للمسافرين أثناء تنقلهم جميع أنحاء البلاد. كمان one day that يوم two travelers who were new to the area were walking across the field and saw the tree. It was a very hot dry day and one of them said, let's stop under that tree where there is some shade. That's a very good idea, said his friend. يعني بقول لك ان في احد الايام one day two travelers يعني اتنين مسافرين who were new to the area هم طبعا يسيران طبعا في المنطقة او جديدان في المنطقة were new to the area كانوا طبعا جديدان في المنطقة were walking across the field and saw the tree هم طبعا كانوا بيتنقلوا طبعا يتنقلوا في الحقل، كان يسيران عبر الحقل وشافوا الشجرة دي. كان يوم حر طبعا، كان يوم حر و it was a very hot، كان يوم حر dry day وكمان يوم كان يوم جاف، يعني كان يوما حرا وجافا جدا. فطبعا said let's stop under that tree، يعني قال أحدهم أو and كمان one of them قال أحدهم said let's stop under that tree دعنا نتوقف طبعا تحت تلك هذه الشجرة where there is some shade حيث طبعا يوجد بعض الظل. That's a very good idea يعني طبعا said his friend يعني قال صديقه هذه فكرة جيدة. بيقول لي طبعا عندي تحت السؤال شو the correct answer from A, B, C, or D. The underlying word كلمة wide اللي هي واسع أو عريض means تاني كلمة big. عندي هنا بين page 120 number 2 بيقول لي how was the weather كيف كان الطقس أو حالة الطقس. كان hot يعني أو hot حار
جدا. نمبر عندي طبعا نمبر بي، answer the following question. نمبر 3، how was the tree useful for the travelers؟ يعني كيف كانت الشجرة مفيدة للمسافرين أو الرحالة؟ يبقى it gave shelter، اديتهم طبعا المأوى، وكمان and rest to the hundreds of travelers، يعني هي طبعا وفرت المأوى والراحة لآلاف المسافرين أو الرحالة. نمبر 4، summarize، يعني لخص the first paragraph on one sentence، يعني في جملة واحدة. يبقى big old tree، شجرة قديمة، was very famous، كانت مشهورة جدا. بعد كده reorder، ترتيب. عندي هنا السؤال بيقول لي reorder، يعني رتب the words، كلمات to make correct sentences، لكي تكون جمل صحيحة. the lion، الأسد، كان طبعا الفاعل، وكان الفاعل في المصدر. the lion، الأسد، كان الفعل في المصدر. عندي كان، وبعد كده الفعل في المصدر run، وبعد كده عندي طبعا ايه الدرجة very، وبعد كده الصفة اللي هي fast. يبقى the lion can run very fast، الأسد يمكنه أو يستطيع الجري بسرعة جدا. number 2، the travelers، اللي هم الرحالة أو المسافرين، were، لأنهم جم، so and grateful، يعني كانوا غير طبعا كانوا ناكرين للجميل. طبعا يبقى هنا the travelers were so ungrateful، يعني الرحالة كانوا ناكرين للجميل. number 3، snails، اللي هم الحلزونة، can live، يستطيعوا العيش، in the shells، في طبعا الصدفات اللي هي الصلبة. بعد كده number 4، could you swim، هل يمكنك السباحة، when you were، عندما كنت، في 5 في الخامسة. يبقى could والفعل والفعل في المصدر، يبقى could you swim when you were 5، عندما كنت في الخامسة. punctuate the following، علامات الترقيم. عندي هنا W capital و question mark، ده سؤال بأداة ايه ب WH question. number 2، bats can hide in the dark، طبعا للخفافيش يمكنها طبعا اللي هي الاختباء في الظلام، يبقى البي كابيتال وفي فول ستوب عشان دي جملة خبرية. بعد كده عندي الباراجراف، الباراجراف عندي بيقول لي نمبر 6، write a paragraph of 40 words using the following guiding elements، باستخدام العناصر المساعدة. what could you do، ماذا طبعا استطعت أن تفعل، طبعا ماذا طبعا يمكنك أن تفعل، what could you do when you were 3، عندما كنت في الثالثة من عمره. واديني هنا guiding words، كلمات مساعدة، run يجري، ومعنى speak يتحدث. يبقى نسيب مسافة تعادل الكلمة، ونبدأ الجملة بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة نضع فول ستوب. I am to، أبدأ أحط جملة نقطة، وأبدأ من أول السطر طبعا بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة بضع إيه فول ستوب. يبقى I am to، I am in grade 5، أنا في طبعا في الصف الخامس. when I، في هنا طبعا I، عذرا دي when، when I، عندما أنا، was، كنت، 3 في الثالثة. I could run، كنت طبعا استطعت الجري. كمان I could ride a bike، طبعا استطعت برضه الركوب البايك، الدراجة. I could sing، كمان ان انا برضو كنت بقدر او كان يمكنني. I could طبعا sing، كان يمكنني ايه او انا استطعت طبعا الغناء. but I couldn't speak English، لكنني لم استطع طبعا تحدث اللغة الانجليزية. I couldn't swim، لم استطع طبعا السباحة. I couldn't play tennis، لم استطع لعب التنس. now، الان، I can speak English، نعم الآن أستطيع تحدث اللغة الإنجليزية. كمان swim، السباحة، and play tennis well، وكمان لعب تنس بشكل جيد. again، I am to، أنا اسمي to. I am in grade 5، أنا في الصف الخامس. when I was was، عندما كنت طبعا was 3، عندما كنت في الثالثة. I could run، كنت بقدر أجري. I could ride a bike، كنت بقدر طبعا إن أنا أركب الدراجة. I could sing، كنت بقدر أغني. but I couldn't speak English، لكنني لم أستطع تحدث اللغة الإنجليزية. I couldn't swim، لم أستطع السباحة.
I couldn't play tennis، لا أستطيع أو لم أستطع أو لم أتمكن طبعا من لعب التنس. Now الآن I can speak English، أستطيع تحدث اللغة الإنجليزية. Swim السباحة and play tennis كمان ولعب التنس well بشكل جيد. وفي النهاية نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.